الناس بدأت تتجاهل الموضوع ده، فاحنا بنناشد الناس ان هي تبدأ ترجع تاني للكمامة، لان الاعداد بدأت تتزايد وتتكاثر. فده اعمل وقاية لنفسك ويعمل حصن لنفسك من اي حاجة. خلي المساجد مفتوحة وخلي الحاجات اللي احنا بنستعملها طول ما في وقاية الحاجات دي هتفضل مفتوحة. لما نرجع نقفل المساجد تاني ونرجع تاني، فالله يخليكم لو سمحتوا، فيا رب يحفظ مصر ويحفظ الناس كلها. كمامات ترد ان احنا كلنا ناخد حذرنا من موضوع الموجة التانية للفيروس، ان كلنا نتوقع الحذر، وكل واحد مفترض ان هو يبقى مسؤول عن نفسه عن عيلته عن اسرته. نتمنى يا رب الصحة والسلامة لجميع المصريين. هو انا شايفة ان كل واحد يخلي باله من نفسه اكتر، شايفة انه ياخد باله، لازم يبقى معانا كحول. ربنا يسلم ويحوش الكمامة حلوة وكويسة، حتى لو واحد عنده برد او اي حاجة الوقاية خير من العلاج، وبتحافظ على البني ادم، بس يا ريت نلتزم بيها. ان شاء الله مش هنرجع لها تاني باذن الله، وان شاء الله الدنيا تبقى احسن باذن الله. والله البديل ان انت تحافظ على نفسك، ما تقعدش في مكان يكون فيه ناس كتير. عامه طبعا المفروض الناس تستخدمها، لان الموضوع بدا ينتشر تاني، والناس تلتزم وتبقى تمشي على الحاجه اللي بيبقى صح، لان الحاجه دي هتضر. فده ما اضر انسان جنب مني، لا التزم والبس الكمامه بتاعتي. وغيري نفس الموضوع، يلبس كمامة ويحافظ على اي حد جنب منه، لان الحاجة دي بتضر. والحاجة دي انا شايف ان في الشتاء اللي جاية ان شاء الله بامر الله كده، يعني شايف ان هي هتنتشر تاني. كمامة طبعا حاجة ضرورية، دي حاجة ضرورية جدا. انا شايف ان الاعداد بتزيد، فلازم يبقى كلنا نلتزم بلبس الكمامة.